تحية رياضية وأهلا وسهلا بكل اللي عم ينضموا لنا. يعني اليوم مباراتنا على الأولى منقولة مباشرة عبر صفحة الاتحاد اللبناني لكرة السلة مباشرة من ملعب كلوتش. مباراة بتجمع بين فريق الـ NSA بين فريق حمات وبين فريق هوبس بيروت. مباراة منتظرة مرتقبة نارية بدون شك مثل كافة مباريات بطولة لبنان للفئات العمرية لما دون 14 سنة. رح بلش سريعا لأنه اليوم في كابتن فيرسس كابتن غير الكوتشية. شارب سويد يعني أنت اليوم حمل خلينا نقول شارة فريقك حمل فريقك كله على أكتافك عم بيكون لك دور كتير كبير خلينا نقول بالفريق. أول شيء دورك شو بفريقك تحديدا؟ شو الرول اللي عطيته المدرب مايكل ميكايل يعني؟ دوري إنه جيب الأول شيء طلع الطوال الجيم فاي فاول فوت عليهم العب ديفنسيف اللي ما خليهم يحطوا أحمل بين تبعنا كل شيء دور كبير دور كبير من دون شك. وهذا لحضرتك عم بتقوم فيه. لكن اذا بدي احكي على صعيد فريقك انت شو وضعك مع الفريق؟ مرتاح مبسوط؟ خبرني. انا مثل عائله صغيره صرنا زمان سوا شي 3 سنين من اول بطوله اندر 12 صرنا وكلنا كل يوم سوا. تحضيراتكم للمباراه اليوم سريعا قبل ما تقوم شو تحضيراتكم؟ كيف محضرين؟ مثل العاده نربح مثل امبارح فرق 20 لازم جاي تربح فرق 20 اكيد واكثر كمان. هلا نشوف شو بيرد عليك جاد. يلا قوم روح على التمرين احسن ما يجي علينا مايكل ويقوصنا من دون شيء. انت صرت طلع ماي رح خليني ماي كمان وراك. جاد ابي دمس بده يربح عليك 20 نقطه عم بيقول. شو بتقول انت؟ حسب شو حسب نلعب واكيد. كيف جاي ايه نفسيه اليوم؟ محضرين ومحضرين ومش خايفين يعني رح نلعب قد ما فينا. It's a do or die يعني؟ ايه جايين تربحوا بهذه الطريقة. انتم كمان عم تلعبوا 2008 انتم كلكم عماركم 2008 في 2009 في 2009 حسب ما عرفت معكم. نقل مباشرة بتكون الجيمات منقولة لايف قديش بتعطيكم موتيفيشن تو بلاي مور او بتأثر عليكم سلمان؟ بتعطيك موتيفيشن انه تو بروف يور سيلف اكثر لانه العالم عم تشوفك على السوشيال ميديا؟ بتأثر عليك بطريقة نيجاتيف انه بتحط عليك بريشر؟ صح انه ما العب منيح او شيء. سو هلا اليوم انت شو رح تعمل لانه منقولة لايف الجيم؟ حجرب اعمل كل اللي علي وجرب فرجي اللي عم يحضرنا انه فينا. شو بدك تقول لاهلك اللي عم بيضحوا معك كثير بهالوقت؟ مرسي. بس بدك تقول لهم مرسي؟ بس هي كل البنزينات اللي عم بحطوهم بس مرسي؟ بدلوا. جود لك لك لمباراه اليوم. جود لك لك ولفريق ال NSA لك حتى لك مايك بطبيط لو عندك. يلا قوم روح على التمرين رح اتوقف معك لك معك لدقائق معدوده قبل استئناف اللقاء او انطلاق اللقاء بعد طويني معدوده طويني بالرمحه.